energy pulse. دول الأربعة types of continuous A curing. طب أمال discontinuous curing اللي هي إيه؟ اللي أنا بسميها soft curing. Discontinuous اللي هي soft curing. ودي can be done by حاجة اسمها pulse delay. يبقى تاني هتكلم على الوقت بتكلم على light curing technique. بقول في two categories of techniques اللي هي continuous curing continuous curing بنقول there are four types of continuous curing اللي هي uniform continuous cure أو step cure or ramp cure or high energy pulse. أما ال soft أو discontinuous cure is also called soft cure which commonly used in a pulse delay. طيب هنا عندي الكونتينوس كيور انا بعملها بايه؟ عندي في تو ويز، يا اما بستخدم الهالوجين لامب او بستخدم الليزر لامب. يبقى هنا كونتينوس كيورينج از كوندكتد ويز هالوجين اند ليزر لامبس. نبدا نتكلم على الايه الديفرنت تايبس اوف كونتينوس light. عندي في حاجة ان انا الـ different types دي بتبقى موجودة بتبقى programmable. يعني الوقت اللايت كيور يونت لما بجيبها بيبقى فيها البرامج دي موجودة، بيبقى فيه زراير مختلفة ان انا هنا بيقول لك ده الرامب كيور، هنا ده الكونتينوس كيور، هنا ده اللي هو الستيب كيور. بضغط على الزر ده وبشغل التول اللي معايا او الديفايس اللي معايا بي 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 يعني بيبقى مبرمج انه يديني الكونتينوس كيور او الرامب كيور زي ما هنشوف، لان هي الوقت بقول ايه ان انا بعمل مثلا اكسبوجر للريزن كومبوزيت فور 5 سكند بانتنسيتي مثلا 200 ميجا وات، وبعد كده بعد الخمسة سكن دي بيرتفع بيبقى للربعمية او الفاينل انتنسيتي. طب ده بدل انا ما اقعد اعملها واظبط، لا ده بقى الوقت بيبقى فيه ديفرنت بروجرامز موجوده في عندنا اللايت كيورينج يونت. هبدا اتكلم على الكونتينوس كيورينج، وهنقول ان عندي فور تايبس اوف كونتينوس كيورينج. أول واحد اللي هو uniform continuous curing. uniform continuous curing ده بيقول لي إيه؟ إن أنا بجيب light of constant intensity light بقوة ثابتة is applied على ال composite for a specific period of time. يبقى أنا اللايت اللي عندي ده with the same intensity يعني بقوة موحدة بتبقى ثابتة، وبعرض لي الانكريمنت اللي انا بعمل لها curing for a specific period of time. لكن هنا في عندي disadvantage. وانا اول ما عملت exposure للريزن كومبوزيت with الهاي intensity light pure ده عمل ايه؟ عمل rapid polymerization. الrapid polymerization او الrapid shrinkage حصل rapid shrinkage ده اثر لي على ال على ال ال chain او cross linking بتاع ال restoration معي. فهنا بقول ان الrapid polymerization اللي بيحصل امتى؟ occurs at the initiation of curing في بداية curing. عمل لي ايه؟ resulting in shorter chain. عمل لي short chain and less cross linking اللي هي which adversely affect the final properties of resin composite. هنا بيقول لي انا بما ان عملت constant
intensity of light. وكان ال constant intensity عشان نعمل curing زي ما انتوا عارفين بنعمل بالفاينل انتنستي او الماكسيمم انتنستي. لما حصل اكسبوجر للكومبوزيت في الانيشيشن اوف كيورنج في بدايه الكيورنج ده عمل صدمه كبيره، عمل اللي هي زود البوليمرايزيشن شرينكج فجاه. ده كمان مش بس كده، ده عمل لي التشين اللي كنت عندي بقت ويك، شورتر تشين وذ ليس كروس لينكينج، مش متماسكة مع بعضها، which adversely affect the properties of the resin composite. طب النوع الثاني، النوع الثاني ده بنقول step cure. step cure يعني ان انا اشتغلت الكيورينج على steps، على two step مثلا عشان افتكرها. step cure انا هبدأ ان انا اعمل exposure للresin composite with low energy, low intensity of light for short time. Then after that هعمل step up، هرفع هعمل step up light intensity to high energy for a longer time. يبقى هنا البروجرام بتاعي ان composite is cured at low energy ودي بتبقى for shorter time، يعني تمهيد، تليين، تسخين زي ما بنقول، بنبدأ بضوء هادي الانتنسيتي بتاعه بتبقى له وفور شورت تايم. بعد كده بعمل ستيب اب لي هاي انرجي او هاي لايت انتنسيتي فور لونجر تايم. يعني بمعنى ايه؟ لو انا بعمل كيورنج للانكرمنت فور الانكريمنت بعمل لها 40 سكند، انا ممكن ببدا اعمل اكسبوجر للكومبوزيت وات لو انرجي بتبقى حوالي 200 ميجا وات، وال 200 ميجا وات دول فور 5 سكندز. وبعد كده بعمل ستيب اب للانرجي ان انا ممكن بترفع ل 400 ميجا وات، وده وبسيبها فور لونجر تايم اللي هو الباقي او الريميننج تايم اللي هو هيبقى 30 5 سكند. طب التكنيك ده عيبه ايه؟ ديس ادفانتج اوف ذيس تكنيك، هو انا اما عرضت الريزن كومبوزيت فور لو او ات لو انرجي فور شورت تايم وبعدين عملت زين الشورت تايم ده واللو انرجي، هتعمل ايه؟ هتعمل كيورنج للتوب لير، مش هتقدر تعمل بنتريشن وتوصل للتايم هيسمح لها ولا الانتنسيتي هتسمح لها انها توصل للديبس بتاع الانكريمنت اللي عندي. يبقى عملت كيورنج للتوب لير. بعد كده انا هجيب الهاي انتنسيتي وفور لونجر تايم، يبقى الهاي انرجي فور لونجر تايم هيوصل للديبس اوف ذا انكريمنت. طب يبقى هنا عندي ايه؟ يبقى عندي uneven a cure. ليه؟ لان التوب layer is more saturated with light and thus more highly cured. يبقى التوب layer استفادت في المرتين، فبقت more saturated with light وفي نفس الوقت more highly cured. بالرغم من كده ده وجدوا ان reduction in polymerization shrinkage is small and result in less polymerization. يبقى هنا في الستيب كيور الكومبوزيت is cured at low energy. في long time ولا short time؟ For a short time. الاول افكر يعني واعملها ان انا ببدأ هادي وببدأ for short time عشان ما يحصل ليش rapid shrinkage. بعد كده بنعمل ستيب اب للهاي على طول، بطلع للهاي انرجي فور ا لونجر تايم. العيب هنا ان عمل لي ان ايفن كيورنج، بقى التوب لاير از مور ساتوريتد وذ لايت اند ذس مور هايلي كيور. ده كمان مش كده بس، ده ان الريدكشن ان شرينكج لقوها سمول
كمان and result in less polymerization. طب النوع الثالث اللي هو الرامب كيور. والرامب كيور ده ان انا ببدأ gradually بعمل increase للintensity of light من اللو فاليو لحد ما بوصل للماكسيمم فاليو في حوالي 5 seconds. بعد كده بستمر بالهاي فاليو لمدة 35 سكند التانية. يبقى هنا الرامب كيور ان اللايت انتنسيتي جراديوالي انكريز من اللو فاليو، بدأنا من اللو فاليو وجراديوالي بنزودها لحد ما توصل للايه؟ للماكسيمم انتنسيتي، وده بيبقى اوفر 18 سكند بيريد. ممكن الناس بيقولوا 5 سكند بيريد. After which the intensity remain constant for the duration of exposure. لحد نهاية ال duration of exposure، لحد نهاية ال 40 seconds اللي هنا، اللي هي هنا هيبقى بقينا ايه 30 seconds. يبقى تاني الرامب كيور ان انا ببدأ بقى low intensity light for a short time برضو. بعد كده بعد 10 seconds period after which the intensity remain constant، لان انا وصلت للماكسيمم intensity في 10 seconds. بعد كده after which the intensity remain constant for the remaining duration of exposure. طب هل الرامب كيور ده اقدر انفذه لو ما عنديش بروجرام؟ ايوه، ان انا بعمل هولدنج للكيورنج لامب، بمسك اللايت كيورنج يونت اواي او ات ا ديستانس فروم التوس، بمسك اللايت كيورنج يونت اواي او ات ا ديستانس فروم التوس، وابدا جرادوالي اقربه كلوزر تو ذا توس وانا مشغله. فده يعتبر زي الرامب كيور، لانه وانا بعيد بيبدا ايه الضوء يبقى ضعيف. كل ما قرب كل ما الضوء كل ما الانتنسيتي اوف لايت بتزيد، فهنا بزود الكيورنج. فهنا بنقول it is possible to do it manually. ازاي؟ by holding curing lamp at a distance from the tooth. بمسك الكيورنج لامب على مسافه من التوس وبشغلها and slowly brings it closer to increase density أو intensity. آخر نوع من اللي هندرسه النهاردة اللي هو الـ high energy pulse، وده جربوه الأول وقالوا إنه هيجيب نتيجة، لكن في الحقيقة إنه كان جاب نتيجة عكسية. بمعنى إيه؟ in this technique بنعمل a brief يعني short pulse of extremely high energy. Extremely high energy ده من 1000 لحوالي 2800 ميجا وات لكل سكوير سنتيمتر، وده بيبقى about حوالي 3 ل 6 times that of the normal power intensity. يعني ان بيجيب الريزن كومبوزيت وبيعمل لها اكسبوجر ل extremely high energy اللي هي حوالي 1000 ميجا وات او 2800 ميجا وات، وده بيبقى about من 3 to 6 times the normal power intensity. طب وجدوا بالرغم ان الضوء العالي ده وكانوا متوقعين ان هيعمل لنا perfect curing، لكن هنا وجدوا ان result in a weaker rhythm restoration. والweaker rhythm restoration لان owing to formation of weaker polymers، عمل لي weaker polymers. ده كمان وجدوا ان tensile strength او diametral tensile strength بقت weak، بقى عمل reduce لي diametral tensile strength. ده كمان عمل لي more brittle resin. يبقى هنا دي الحكاية ان انا اعمل exposure للextremely high energy فشلت، لانها اولا عملت لي ويكر
ريزن كومبوزيت عملت ريدكشن للتنسايل سترينث، ده كمان ادتني مور بريتل ريزن. الديسكونتينوس تايب اللي هو ان احنا بنجيب ابلكيشن اوف 10 سكندز كونفنشنال كيورنج تمام فولود باي، يعني انا جبت الريزن كومبوزيت وعرضته للاكسبوجر لللايت كيورنج فور 10 سكند، وبعد ال 10 سكند وقفت فتره ويتنج او عملت انتربشن اوف كيورنج، ما اشتغلتش كيورنج خالص، سبت العيان لمده من دقيقه لدقيقتين، وبعد كده افتر من 1 تو 2 مينتس بيفور كومبليشن وذ ذا سيم لايت انتنسيتي. يبقى هنا الفكره ان احنا عملنا ابلكيشن وفي 10 سكندز كونفنشنال كيورنج، ودي فولود باي فتره انتظار، فتره انتربشن للكيورنج، يعني ما عملتش كيورنج، ودي بتبقى من 1 تو 2 مينتس بيفور، بعد كده هكمل بايه وذ ذا سيم لايت انتنسيتي، ودي بسميها بالس ديلي. في ناس تانيين بيعملوها بطريقه تانيه، البالس ديلي بيقول ان انا باي لمده برضو 10 سكند بعمل اكسبوجر للريزن كومبوزيت وذ لو انتنسيتي لايت كيور او لايت لو انتنسيتي او لو انرجي حوالي 200 ميجا وات، بعد كده فولود باي اي ويتنج بيريود لمده 3 سكند، بعد 3 مينتس، بعد 3 مينتس ببدا اعمل اكسبوجر لريزن كومبوزيت وذ هاي انتنسيتي لايت، يعني ببدا بضوء ضعيف لمده 10 سكند، بستنى ويتنج بيريود فور 3 مينتس فولود باي اكسبوجر اوف الريزن كومبوزيت فور هاي ات هاي انتنسيتي اوف لايت فور الريمينينج بيريود اوف اكسبوجر اللي هي بتبقى 30 سكند. يبقى هنا الطريقه اللي قدامنا ان هو بدا بس كونفنشنال كيورنج اللي هو لمده 10 سكند فولود باي الانتربشن اوف كيورنج فور 1 اور 2 مينتس، بعد كده عمل كومبليشن ليها وذ ذا سيم لايت انتنسيتي. في طريقه ثانيه اللي بقول لكم عليها ان احنا ابلكيشن اوف 10 سكندز اوف لو انتنسيتي لايت followed by a interruption of curing for 3 minutes followed by اللي هو exposure of a resin composite to high intensity او at high intensity of light for the remaining period of curing او remaining exposure time. ده كده اللي هو الديسكونتينوس اللي بنقول عليها سوفت كيور اللي بقول عليها بالس ديلي. اخر حاجه هتكلم عليها اللي هي الريسنت ادفانسز في اللايت كيورنج، وبالتحديد هتكلم على الدايود اللي هو الليد كيورنج ديفايس. والليد كيورنج ديفايس اللي هي موست ريسنت انوفيشن ان كيورنج ابلاينسز ان كرنت use is اللي هو الليد اللي هو light emitted diode اللي هو light emitting diode، وده بيديني provide بيديوس high intensity of curing light، بيديني light عالي قوي لكن with very narrow zone of wavelength of light spectrum. ال very narrow zone البيكس بتاعه اللي هو من 440 ل 470 نانو، ووجدوا ان ده يعني بنقول ان فورشنيتلي ان اللي هو الموست كومنلي يوزد فوتو انيشيتور سيل اللي هي كامفور كانون بيعمل ابزوربشن لده للويف لينس ده من اللايت، لانه البيك اوف ابزوربشن بتاع الكامفور كانون بيبقى حوالي 400 بيبقى حوالي 300 او 436 اعتقد اهو
بنقول اهو، بنقول ان depending on this brand this is ideal to be absorbed by the most commonly used photo initiator اللي هو كامفرو كانون which has an absorption peak of 468. يبقى هنا ممكن ان انا استخدم الليد مع الريزن كومبوزيت اللي هو بيبقى الفوتو انيشيتور سيلز اللي موجوده فيه اللي هي الكامفرو كانون. لكن هنا في مشكله في الكامفرو كانون. الكامفرو كانون از يلو ان كلر، بيبقى لونه اصفر. يبقى لو انا حطيته في ترانزليوسنت شيد، الترانزليوسنت شيد اللي هي بتبقى محتاجة انها تديني لمعان، اللي هي ترانزليوسنت شيد اللي انا بستخدمه في مع في الاستاتيك ريستوريشن. طيب لو هو لونه يلوش ان كلر فهيبقى كونترا انديكيشن ان انا استخدم الريزن كومبوزيت اللي هو كونتيننج كامفرو كانون، سبيشالي في حالة ان انا بستخدم الترانزليوسنت شيد، لان اليالو كولر هيأثر على الترانزليوسنسي او هيأثر على الاستاتيك. طب ايه الادفانتشز بتاع الليد ديفايس؟ هنقول انا بتكلم بسرعه معلش عشان انا عارف انكم كان عندكم محاضرات تانية. هنا بنقول ان ميزه الليد ان هو محتاج لليس باور نيسيسري تو اوبريت ذا يونت. ليه؟ لانه بيبقى هو انفلترد نارو ايميشن سبيكترم، بنقول ان هو بيبقى الويف لينس بتاعه بتبقى زي ما قلنا ان هي بتبقى نارو. احنا قلنا في الاول اللايت بيور اهو لايت ايميتنج ديفايس بروفايد هاي انتنسيتي اوف كيورنج لايت، لكن بط ان فيري نارو زون اوف ويف لينسز اوف هاي سبيكترم. ده بيخليه محتاج لليس باور to operate the unit because of their unfiltered، ما بيبقاش فيه فلتر، and اللي هو narrow emission spectrum. طب ده وما انا بعمل له الليد may be powered by بشحنه بايه؟ rechargeable batteries، ممكن بالبطاريات اشحنه. طب كمان ده available in لايت ويت، وزنه خفيف وبيبقى كمان كوردلس من غير الكورد. ده كمان اللايف تايم او البوتنشال لايف تايم اوف الدايود بيبقى سيفرال ثاوزند اوف اورز از كومبيرد ويز الهالوجين سيستم اللي هو اللايف او البوتنشال لايف تايم بتاعه بيبقى ان 100 اورز. يعني هنا ده بيشتغل الديود لالاف الساعات بينما الهالوجين لايت بيستخدم في ال 100 اورز. اخر حاجه لو انت بتشتغل باللايت كيور بيبقى في عندك فانز مراوح بتعمل تبقى نويزي، بتعمل نويز، بتعمل ضوء ضوضاء، فهنا النويز فانز ار ريكوايرد تو هيلب اليمينيت ذس انوانتد هيت. يعني ان انا في الهالوجين لايت بيبقى في عندي الفانز فايدتها انها بتشيل الهيت اللي طلعت الان وانتد هيت، لكن في حاله الليد ديفايس ده بيبقى هاف ا فيري ليتل ويستد انرجي، مفيش ان وانتد هيت، مفيش ويستد انرجي كتيره، اند سو ريكواير مينيمم كولينج، سو النويزي فانز are not indicated in case of a lead device. ليه؟ لان بنقول very little wasted energy may be found and so it require minimum cooling. كده يبقى احنا خلصنا يا جماعه اللي هو recent advances في اللايت كيورنج يونت. المرة الجاية ان شاء الله ان شاء الله لو نعود هيبقى عندنا اخر محاضرة اللي هي الفيلير اوف ريستوريشن. طبعا
طبعا الامتحان يا جماعة لو سمحتوا، ان الميد تيرم هيجي شورت نوتس، الحاجات اللي عندكم كل شابتر هيجي السؤال، لان احنا قلنا لحد 31 ايه 3. دايما ركزوا على الاجهزه المهمه، ركزوا على الحاجات اللي فيها نقط تتكتب. وبعدين زي ما بقول لكم كل حاجه هيبقى لها السبيس بتاعها، لو سمحتوا لا نكتب انظر حولك ولا خلفك ولا تحتك ولا نشطب ولا بنكتب، وبخط كويس عشان تبقى الامور سهله. حد عنده اي اسئله يا اولاد؟ ما شكرا يا دكتور. الجزء الاخير انا جريت فيه، انا عارف ان عندكم محاضرات فاقروه، واي حد مش فاهم حاجه برضو يقول لي عليه. اي اسئله؟ لا شكرا يا دكتور. لا لا.